دول 15 خرزة، وانا عايزة ازود الكوليه بتاعي. هاجي كده اهو، ادخل فتلة في اخر سطر. انا كده زودت فتلتين وهربطهم، ادي كده يعتبر زاد عندي فتلتين بمقام خرزتين هيخشوا هنا. اوكي، وقلت لكم لو هقلل هسيب سطر من هنا وسطر من هنا وهشتغل عادي، والشغل هينضم كده هيبقى مضمون. يبقى انتوا كده عرفتوا البداية وازاي انهي وازاي ازود وازاي انقص، ولما تخلصوا هتشيلوا الشغل من اليمين وهتشيلوا الشغل من الشمال وهتربطوه عادي وهتركبوه في الاكسسوار بتاعكم. اتمنى كده ان انا افدتكم بالبداية والنهاية لشغل النول اللي هو بتاع الطبلوهات، وشغل النول للاساور والاكسسوارات، هما الاتنين نول واحد مع فرق ان انتي بتصغريه او تكبريه حسب استخدامك الشخصي للانوال. واي استفسار اتمنى ان انتوا تقولولي عليه وافيدكم بيه. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.